أنا أقول لكم شيء، أنا أحب أن أقطع الكلام في الموضوع، لأن الآن السابعة إلى بالنسبة لي أنا، شوف أنا جالس مرتاح، حتى لما جاي برد شوية، نصرت ناطحة، وعندي الماء، وأستطيع أن أبقى جالسة معكم بالصوت، ما عندي مشكلة، لكن المشكلة أني أعلم أن كثيرا من الجالسين الركب تؤذي، أصبح يؤذي، وأنا رغيض إلي أن يعني أن يعجبني دندنة نفسي فتذهلني عن تعب الناس الجالسين إلي. ولذلك قد يقول بعضكم لا لا شيخ سامير كذا، والله ما تعرف، تحدث عن نفسك. فإنهم جالسون فيهم كبار السن، فيهم الراب، فيهم كذا، فلذلك أنا سأحسب أني سأختم بهذا. نحن معك شيخ، أنتم أكملوا، والذي يريد أن يكمل يكمل معكم. جئنا من خارج المنطقة، من أراد يذهب ومن أراد يبقى يبقى. نحن نعم أكملوا أنتم. كذلك لا نريد إطالة على الشيخ إن شاء الله، لكن ما عندي خطأ سيئة. لا أنا أكثركم راحة، تتحملون المسؤولية. نحن الثلاثة مرتاحين شوية، ثم شوية أيضا.